استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية بمقر بمدينة طبرق برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب. هذا وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحك بأن المجلس ناقش ما تعرض له أهالي مدينة تورغا من اعتداء ومنع عودتهم لمدينتهم، فضلا عن مناقشة ما وصلت إليه اللجنة المشكلة من مجلس النواب بشأن زيادة مرتبات المعلمين. افتتحت الجلسة اليوم بمناقشة ما تعرض له أهالي مدينة تورغاب من اعتداء ومنع عودتهم لمدينتهم عقب تهجيرهم منذ العام 2011، وعقب نقاش هذا البند تحديدا تم الاتفاق على إصدار بيان رسمي سوف يتم تعميمه على وسائل الإعلام بالخصوص. بعد ذلك ناقش مجلس النواب ما وصلت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار من مجلس النواب حول زيادة مرتبات المعلمين، وبعد نقاش مطول في هذا البند تحديدا تم الاتفاق على إحالة الأمر للجنة التعليم بمجلس النواب وكذلك لجنة المالية للتواصل مع الأطراف المعنية وهي اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب وكذلك نقابة المعلمين لإحالة الأمر بعد صياغته في صورة نهائية وبما يرضي كافة الأطراف. كذلك اليوم تم مناقشة قانون أو مشروع قانون الاستثمار العسكري والأعمال العامة، هذا القانون الخاص بالقوات المسلحة والذي عرض على مجلس النواب في جلسة اليوم. بعد نقاش في هذا البند تحديدا من قبل السادة أعضاء مجلس النواب تم الاتفاق على إحالة الأمر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وكذلك لجنة الاقتصاد واللجنة التشريعية للنظر في مشروع القانون وتقديم ملاحظات وصياغة نهائية لمشروع القانون وإعادته لمجلس النواب من جديد.